هنتكلم في الليسن دي على مقدمه على التكنيكال انديكيتورز. طبعا الليسن ده فيما بعد يعني هيبقى الموضوع كله هنتكلم ازاي بجد ناخد انتري بوينتس. يعني الهدف من التكنيكال انديكيتورز او المؤشرات الفنيه ان احنا بنعرف او بتسهل لنا او بتدينا انتري بوينتس. بيقولوا يعني انا لو انا عايز اشتري او عايز اعمل لونج امتى ولو عايز اعمل شورت امتى. طيب الانديكيتورز دي بتيجي بناء على ايه؟ يعني اللي عملها بناء على ايه؟ بص اي انديكيتور في الدنيا اتعمل دول الافات الحقيقه كلهم بناء على حاجتين: حركه السعر والفوليوم بناء على فتره زمنيه بس كده خلاص. هي دي انديكيتورز ايا كان هو ايه. يعني في الافات معمولين كل واحد فيهم معمول بناء على حركه السعر والفوليوم خلال فتره زمنيه معينه. ليه؟ احنا قلنا قبل كده ان فكره التشارت عموما فكره التشارت هي عباره عن بتجيب لك حركه الاسعار والفوليوم خلال فتره زمنيه. تمام. طب ايه الانديكيتورز؟ الانديكيتورز بتبقى عباره عن فيجواليزيشن للموضوع. يعني انت لو حد فيري اكسبيرينس ممكن جدا من خلال بصه على التشارت يعرف هيدخل ويخرج امتى من غير انديكيتورز. يعني هو بقى عنده اكسبيرينس عارف يقرا التشارت عارف امتى السعر ممكن يطلع ويمكن ينزل من غير انديكيتورز. في ناس كتير بيعملوا كده من غير انديكيتورز خالص. بس الانديكيتورز بتديك حاجه فيجوال او حاجه مرئيه بتسهل لك الموضوع كتير. وفي نفس الوقت ان انت مثلا لو عندك 3 4 انديكيتورز والثلاثة أربعة بيقول لك أوكي اشتري دلوقتي يبقى most likely إن أنت تشتري دلوقتي. هي دي فكرته برضو يعني. طيب لو دخلنا دلوقتي على trading view ودخلنا فتحنا أي تيكر أيا كان مثلا whatever USD وأيا كان أي حاجة سواء كان فوركس أو كان ستوك ماركت لأن التيكر indicators قلنا تاني هم في الـ two markets the same مش أي اختلاف بينهم خالص. فتحنا فول تشارت One second. طيب هنلاقي هنا لو جينا عملنا indicators طبعا احنا هنتكلم هنشرحهم بقى بالتفصيل. يعني انا هشرحهم على trading view لكن لما نيجي نطبق بقى في trading سواء كنا نتكلم بقى في فوركس ما ندخل في فوركس ناس بتوع فوركس هنتكلم هنشرح على الميتافور وهنتكلم على ناس بتوع الستوك ماركت most likely هيبقى هنا او على اي بلاتفورم كانت ليها علاقه بالستوك بس الفكره واحده يعني مش فارقه. لو دخلنا على الانديكيتورز هنلاقي يعني كميات انديكيتورز لا حصر لها. يعني حتى هنا وهنا مقسم لك الانديكيتورز حسب انت عايز منها ايه. طيب هل كل الانديكيتورز كلها مهمين؟ الحقيقه لا. يعني الفكره كلها في ايه؟ في انديكيتورز مشهوره جدا معظم الناس بتستخدمها ولو انتوا فاكرين قلت قبل كده دايما نخلينا مع الحاجات اللي الناس كلها تستخدمها. ليه؟ تاني هقول تاني لان لو في انديكيتورز معين اداك مؤشر انك تشتري انت شفته وانا شفته ومحمد شافه وحسنين شافه وعلي شافه ومايكل شافه كلهم هيشتروا فالسعر هيطلع ميك سنس. لكن لو انت ببص على الانديكيتورز انت بس اللي باصص عليه ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. انت بص في اتجاه تاني خالص. فكل ما كان الانديكيتورز مشهور قوي وكل ما كان بيستخدم كتير كل ما كان مور افكتيف. فانا هشرح في الليسنز اللي جايه مجموعه انديكيتورز انا بستخدمها مش انا يعني معظم اللي بيعملوا تريدنج عموما بيستخدموها. وبرضو عايز اقول حاجه تانية وبرضو قلتها بكيس ركز عليها تاني. الموضوع مش موضوع كتر انديكيتورز. يعني ما انتش محتاج 20 مؤشر عشان يقول لك او 20 حاجه تقول لك انت صح. بالعكس ده مور يعني كل ما بقى عندك انديكيتورز كتير كل موضوع هيبقى معقد وهيلخبطك. يعني شخصيا قلت دايما انا في الفوركس مثلا ممكن استخدم 2 او 3 بالكتير في الستوك ماركت او فيوتشر كونتراكتس نفس الكلام مش اكتر من كده. ما بستخدمش حاجات معقده حاجات فيري سامبل تقول لك امتى تدخل امتى تخرج بس خلصت يعني. فهي دي فكره انديكيتورز بيلت ان مؤشرات او حاجات موجوده على الشارت بتاعتك ودي موجوده في كل حته. يعني سواء كان في تريدنج فيو سواء في ميتافور سواء كان في اي بلاتفورم في التاريخ موجود فيها الانديكيتورز دي. ودول عباره عن زي اب تقدر تقول اب اشخاص عاملينها اشخاص عاديين جدا عاملينها ناس بيفهموا في البروجرامينج عاملينها بتعمل الحاجات دي بتجيب لك فيجوال او حاجه مرئيه عن
حركه الاسعار لفتره زمنيه معينه ولها علاقه بالفوليوم، خلصت بس كده. هي دي كل الفكره، عشان تقول لك اوكي السعر هيطلع، لان دايما في حاجه مهمه جدا قلناها بكده، ان حركات الاسعار دايما بتتكرر على مدى التاريخ دايما. ليه؟ للسبب الرئيسي اللي قلناه قبل كده، لان الناس كلها باصه على نفس الشارت. فلو انا عندي سعر معين من 10 سنين فاتوا كان التوب هاي، يعني مثلا لو جينا بصينا هنا، ممكن اوضح لكم شويه. لو جينا بصينا هنا، عايزين نبص على مثلا، نقول عايزين السي فيوتشرز اون سكند. S&P E-mini okay. بتاعت مثلا ايه، نقول مارش 2021 وفتحنا الفيو. طبعا الناس بتعرف الفوركس، مش مهم تعرف ايه، دي عبارة عن فوتشر كونتراكت. الفكرة في واحدة، يعني انديسيس زيها زي الفوركس زيها زي انكا، يعني بس لكم الفكرة عشان عارف ان بس فيها وصل، كان فيها هاي وصل النهاردة ريكورد هاي يعني. فده عايز اقول لكم ايه يعني الفكره فيها. دي فيوتشر كونتراكت النهارده، النهارده بالظبط، النهارده وصلت الفيوتشر كونتراكت ريكورد هاي، ما حصلش قبل كده، 3911 بوينت. ده النهارده ريكورد هاي، عمره ما حصل في تاريخ الفيوتشر كونتراكت قبل كده. لو جينا لحد ما بدات اصلا، عمرك ما هتلاقي الرقم ده او الهاي ده وصل له قبل كده. طيب لو جينا، طبعا لما الناس هاي ريكورد هاي، ممكن بينزل تاني السعر يطلع، مش دي الفكره. انا بتكلم ده ريكورد هاي حصل اوكي. لو كمان خمس سنين تاني او ريكورد هاي ده ما بقاش في اعلى منه تاني، السعر ابتدى ينزل وفلكشويت، ينزل ويطلع وتفر، وجي بعد سنتين السعر قرب من ريكورد هاي ده، قرب منه شويه، الناس هتعمل ايه؟ الناس اللي باصين على 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 الشارت هيقول لك اوكي دلوقتي السعر ده وصل للريكورد هاي اللي هو ده وما كسروش، هيعمل ايه؟ ده عباره عن ايه؟ ريزيستنس. فكله هيبيع هنا، هتلاقي السيلرز واقفين الناحيه دي هنا، فهتلاقي برضو ان جم هنا الناس باعوا. هي دي الفكره. فدايما السعر يعني حركات الاسعار شكلها بيتكرر، لان هي عباره عن ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن هيومن بيهيفير، ما هيش حاجه اوتوميت. طبعا انا ممكن هشرح لسن مبسط بعد كده ان في تريدنجز ماشينز، يعني في ناس بيعملوا ابس، وده كتير على فكره، يعني بيعملوا ابس دي بيعمل اوتو تريد، بيبقى مدخل فيه عباره عن مجموعه انديكيتورز، بدل ما انت تقعد تبص على الشارت تقول انا هشتري امتى وامتى، هو يعمل ده اوتوماتيك. طبعا ده فيري ريسكي، يعني هو مش ريسكي في نفس الوقت، اوكي الماشين ما بتغلطش حقيقه، ما بتغلطش، بس عايز بقى بادجت كبيره وقصص، بس يعني ده مش مجالنا. لكن حتى في الابس دي ما هي نفس القصه، ما هو الاب برضو بيوصل نفس الكلام، ان انت لو في سعر معين وصل وما كسروش وبقى ده ريزيستنس، والعكس لو سبورت بيشتري هنا بيع هنا، الفكره واحده. فهي دي فكره ان دايما الاسعار بتتكرر على مدى التاريخ دايما. هتلاقي دايما لو فتحت اي تشارت، اي تشارت هتلاقي ان تقدر ترسم سبورت ريزيستنس لاين بمنتهى السهوله. يعني وقت ممكن حالات ارسم لك 3 4 حالا دلوقتي اهو، مثلا ادي واحد اهو، مثلا نفس القصه، ادي ريزيستنس، ادي يعني ريزيستنس، بص ادي ريزيستنس، شوف كام شمعه ورا بعض اهو، ادي ريزيستنس بمنتهى السهوله، ادي سبورت اهو، الشمعات 3 4 شمعات دول، ادي بصوا ادي مثلا اهو، ادي سبورت 4 شمعات اهو، كل ده ريزيستنس. ايه اللي بيحصل؟ تاني بقول ان الناس بتبص على نفس الشارت، عشان كده انا مركز. يعني الناس اللي بتبص على الانديكيتورز انها حاجه سحريه خالص، مش موضوع سحري ولا حاجه خالص، هو كل القصه كلها ان هو بيجيب لك حركات معينه للسعر حصلت على مدى التاريخ بناء على فلكشويت السعر، سواء كان اوبن كلوز هاي والفوليوم، ويعمل لك على شكل فيجوال بس، خلاص هي كل القصه. هي جايه منين؟ هي جايه من حركه السعر والفوليوم على مر التاريخ. ممكن تستخدمها وممكن ما تستخدمهاش،
يعني ممكن فيما بعد لو انت عندك بقى عندك اكسبيرينس انك تعرف تبص للشارت، اوب انا هشتري هنا انا عارف ده هيحصل، او ده مثلا ده حصل ريكورد هاي فممكن ما يكملش، او دي هتبقى هتجينها مع الوقت. لكن الانديكيتورز مهمه عشان تقلل طبعا ريسك طبعا يعني. وطبعا تاني مفيش حاجه نقدر نتوقعها بنسبه 100%، لازم هيحصل معاك كلوزز مفيش كلام. وهنتكلم بقى على لوز، كنت هنتكلم على الريسك مانجمنت في موديل واحده قصه كبيره، لكن لازم تبقى عارف ان انت هتخسر وهتكسب، بس اوفر اول لو انت عندك الوين اللوز راتشيو عاليه البروفيت هيبقى اكتر. اوكي كده بقى في الليسن الجاي على اول انديكيتورز، او هيبقى الليسن زي كلها عباره عن شرح لمجموعه انديكيتورز لحد ما ندخل بقى على هوريه. وبعد كده هنفصل ما بين الستوك ماركت والفوركس، القصه بعديه مختلفه عن بعض يعني. اوكي نشوفكم الليسن الجاي ان شاء الله.